الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية للحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لإنقاذ قطاع الدواجن في العراق الذي يتعرض لانهيار حاد. وقال رئيس اللجنة النائب فالح الخزعلي إن ملف المياه يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة، مضيفا أن ملف الدواجن يتعرض إلى انهيار سيؤدي لخروج أكثر من 700,000 عامل عن الخدمة. وأكد الخزعلي ضرورة معالجة ملف التهريب ودخول منتوج البيض المستورد عبر المنافذ الحدودية كافة دون الالتزام بدعم المنتج المحلي الوطني الذي تضرر كثيرا. احتل العراق المرتبة العاشرة من بين أكبر دول المستوردة للرز الأمريكي بحسب وزارة الصناعة الأمريكية. وقالت الوزارة إن المكسيك جاءت بالمرتبة الأولى بأكبر مستورد للرز الأمريكي وبواقع 740,000 طن، تليها بالمرتبة الثانية أمريكا الوسطى بكمية 531,000 طن، وتأتي بعدها هايتي بالمرتبة الثالثة ب 445,000 طن، ثم اليابان ب 311,000 طن، بينما جاء العراق عاشرا ب 80,000 طن. ويعتمد العراق بشكل شبه كامل على الاستيراد من الخارج بسبب إهمال القطاعين الزراعي والصناعي. أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي أن بلاده استقبلت 22,945,000 سائح خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال أرسوي أن تركيا تهدف لاستقبال 60 مليون سائح بحلول نهاية العام، مبينا أن النصف الأول من عام 2023 شهد زيارة 22,945,000 سائح، مضيفا أن بلاده تهدف لجني عائدات سياحية بقيمة 56 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، حيث أن هذه العائدات بلغت 21,700,000 دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا عن اتفاق بلاده مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك في ظل عدم القدرة على استخدام ممر البحر الأسود عقب انسحاب روسيا مؤخرا من اتفاق تصدير الحبوب. وقال كوليبا أن الطرفين الأوكراني والكرواتي سيعملان الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة، مضيفا أن ملف الأسلحة تصدر محادثاتي مع نظيره الكرواتي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات محددة ستنفذ قريبا دون أن يقدم تفاصيل أكثر بشأن ذلك. تغير سعر النفط قليلا حيث تم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أشهر وصل إليه يوم الاثنين وسط مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية مع تنفيذ المنتجين تخفيضات الإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك وقود في العالم. وبلغت العقود الأجلة لخام برنت لشهر أيلول أو لشهر تشرين الأول 85 دولاراً و24 سنتا للبرميل، منخفضة بنسبة 0.22% عن إغلاقها، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 دولاراً و64 سنتا للبرميل، منخفاض بنسبة 0.15% عن تسوية الجلسة السابقة. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.